بالنادي البحري البنزرتي يواصل المنتخب التونسي في اختصاص رياضة الأشرعة التحضيرات لقادم المسابقات، ويبقى أبرزها وأهمها الألعاب الأولمبية باريس 2024. عندنا دورة ترشيحية إن شاء الله باش تكون في مصر من 1-9 ديسمبر، باش نشاركوا فيها 7 من المنتخب جميع الأصناف، لازير، بلانش أفوال وكايت سيرف. ان شاء الله قاعدين نحضروا لها، عندنا مده تويكا نترينا ومعناتها واستقرينا هنا في النادي نتاع بنزرت، خاطر لي كونديسيون نتاع الريح والبحر مواتيه اكثر البلاصه اللي باش نجريو فيها ان شاء الله. نجد في صنف الذكور اختصاص ليزر الثنائي ايهاب الحكيري وحمدي سليماني، نجد ايضا في صنف الاناث ايناس القماطي وملك الدردوري، أما في اختصاص ألواح شراعية نلقاو مهدي القنبري وميراس صمودة، وأخيرا في اختصاص كيتسورف يوسف بن علي. نحضر روحي فيزيكمون، عندي ليزور ديزونترينمون تاعي في الجمعة، لازم يكونوا منظمين، ماكلتي لازم تكون منظمة، وكهو اللي لازم هذاك هو. إن شاء الله نترشحوا إن شاء الله. يعني عندنا تاريخ معناتها في الرياضه هذه، نذكروا معناتها القدوه نتاعنا واللاعب الاولمبي والبطل العربي والافريقي يوسف العكروت، اللي هو ديما يشجع فينا ومعناتها مورالمو وماديا معناتها يشجع فينا. الاولمبيك سي لو ريف دو توت اتليت، ما نصورش فما اي واحد يعمل في سبور معناها ما يحبش يوصل يعمل لي جوز اولمبيك، وحلمتي اني دير ان شاء الله ربي معانا باش نحققوا الحلم هذي. احنا نعرفوا المنافسين نتاعنا ونورمالمون عندنا فرصه باهيه باش نترشحوا، مش سهله معناتها، مش كيما كاي بطوله افريقيه اللي باش تتعدى بها وتروح وتاخذ ميداي وتروح اليوم تلعب على بلاصه برك الاول اللي هو اللي باش يترشح للالعاب الاولمبيه. دونك لازم تلعب ياسر على الجانب النفسي للاعبين باش يبداو اليس حاضرين شايخين وامورهم مريقله. رغم الصعوبات والإمكانيات المحدودة للجامعة التونسية للأشرعة، يبقى الرهان المحافظة على هذه الرياضة، خاصة العمل المتواصل لـ 18 نادي للأشرعة بكامل تراب الجمهورية، والنجاح رغم الصعوبات، وإعلان كأس تونس للأشرعة في دورتها الأولى في شهر سبتمبر الفارط بميناء ياسمين الحمامات، إهداء لروح بطلة نخبة الجامعة المرحومة آية قزقزة. الكأس هذا كان مهم برشا للطبيعة اللي نحن باش نجموا نشوفوا العناصر الجدد اللي صغار اللي ناخذوهم بارتي من 15-16 سنة كي يخرجوا من الأوبتيميست اللي هي كانت موجهة أكثر للصنف المتفائل هذايا. صغار يكملوا في الكلاس هذايا أعمارهم 15، احنا ناخذوهم من وقتيكا يبداوا هما في اللازير باش نواصلوا معاهم بعداش للأولمبيك جو.